أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائرية سعيدة بن حبيلس على انطلاق قافلة تضامنية مكونة من 100 طن من المواد الغذائية لصالح 4000 عائلة بمناطق الظل عبر 15 ولاية في إطار مواصلة النشاطات التضامنية الإنسانية. هذه وأكدت بن حبيلس أنه تم الانتقال إلى مرحلة أخرى للمساعدات من المواد الغذائية إلى التجهيزات الطبية. هاجر بوعلي رصدت التالي. العملية اليوم تدخل في إطار مواصلة النشاطات التضامنية الإنسانية لصالح سكان مناطق الظل اللي كان مخططة من طرف الهلال الأحمر منذ 2014 واللي زدنا ركزنا عليها من جانفي إلى يومنا هذا. لذا من جانفي إلى يومنا هذا أكثر من 260 ألف عائلة اللي استفادت بمساعدات الهلال الأحمر. في البداية كانت توجيه عملية تحسيسية مع مساعدات في مواد تعقيم وتنظيف، ثم انتقلنا إلى مرحلة أخرى، عرفنا ناس فقراء ومساكين لذا لابد من مساعدتهم من ناحية المواد الغذائية حتى يقوي مناعة متاع جسادهم، وزدنا توسعنا أكثر نفتح قوسين من المواد الغذائية إلى التجهيزات الطبية. لذا اليوم أكثر من 100 طن ستستفيد منها ما يقرب من 4000 عائلة لصالح سكان مناطق الظل في 15 ولاية، أقصى الجنوب، الهضاب العليا والمناطق النائية. استأنفت